هو ينفع تتمرن فنون قتال اونلاين دلوقتي ومع الذكاء الاصطناعي اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه؟ بقى سهل تتعلم اي حاجه حتى فنون القتال، وشفت كمان نظارات بتجسد لك اشخاص تضربهم، وفكرت اعمل كمان كورس اونلاين خصوصا ان اتسالت عنه كتير، والانكم بتاعته كبيره والافر بتاعته قليل، وكمان عملت بلان مجهز فيها بقالي كام شهر. بس اخويا الكبير جه فكرني بموقف حصل لي زمان. كنت بروح النادي مع اخويا الكبير وكان هو بطل النادي وقتها، وفضلت اتمرن 6 سنين لحد ما بقى عندي 12 سنه، وعلشان انا دلوع ماما كان لازم ما اتعورش عشان افضل اروح التمرين. كنت قوي جدا وسريع جدا، مهاري بطريقه مرعبه لاي حد يشوفني، والكابتن بتاعي كان بيستعرض بيا قدام الناس على المتات والساند باج، بس ما كنتش بلعب فايت خالص. ولما كبرت قررت العب بطولات زي اخويا، وسجلت اسمي في اول بطوله ليا، والكل كان متوقع لي الفوز الحتمي. ورحنا البطوله ولعبت اول جوله وشبه دغدغت اللي كنت بلعب معاه، حتى هو فكر في الانسحاب بس قرر يكمل. بس حصل حاجه غير متوقعه ابدا. في الجوله الثانيه اخدت ضربه في وشي جت في مناخيري تقريبا، مع اني فاكر اني صدتها كويس. لقيت الدنيا نورت وعينيا فضلت تدمع وشبه مش شايف، ولا كاني اتمرنت 6 سنين، وده عشان ما انضربتش قبل كده ومش متعود اصد الضرب او حتى يجي فيا. خلاصه الحدوته دي، لو اتمرنت اونلاين هيبقى ناقصك دايما التطبيق الفعلي للي اتمرنته على اي حد، ولو اتعرضت لموقف تدافع بيه عن نفسك مش هيفيدك قوي.